زمن بعيد استوطنت أرض الأحقاف قبيلة ثمود ومن قبلها عاد، واشتهر أهل ثمود بضخامة أجسامهم وقوتها، وكانوا ينحتون بيوتا لهم في الجبال أو يبنون في السهول قصورا وقلاعا من حجر، وكانوا يعبدون الأصنام. هذا صالح. أجل. وكان صالح رجلا يحترمه الجميع ويقدرونه لما يتمتع به بين الناس من صدق وأمانة وحكمة وتسامح. أهلا بك يا صالح. أنت صباحا يا سيدي. قلت لك لا تفعل هذا مرة ثانية. لماذا تفعل هذا يا سيدي؟ لماذا؟ ها هو صالح يمر بهذين الرجلين المختصمين، ولا شك أنه سيسوي الخلاف بينهما. وظل صالح يتمتع بمكانة كبيرة بين قومه، حتى أوحى ربه إليه بأن يدعو الناس لعبادة الله ونبذ الأوثان. سمعت أن الصالح يمشي بين الناس ويتحدث إليهم بكلام غريب. أجل، إنه ينهاهم عن عبادة آلهتنا. ما رأيته يوما يتعبد أمامها أو يقدم قربانا لها. يا قوم يا قوم، كفوا عن عبادة الأوثان، إنها لا تملك لكم ضرا ولا نفعا. صالح يقول لكم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما بال هذا الرجل صالح؟ كنا نحترمه ونأخذ بقوله. يقول إن دعوة أوحيت إليه من ربه. وما هي هذه الدعوة؟ نبذ الأوثان وعبادة إله غير منظور. لابد أنه مسحور أو أن مسا من الجنون أصابه. يا صالح، نحن نصدقك ونؤمن بما تدعو إليه من عبادة الله، ولكن قومنا لا يصدقون وهم منك غاضبون، ونحن نخشى عليك منهم. لن يتوقف صالح عن دعوته مهما بلغ كيد الكفار ومن لا يؤمنون به. صالح يرى أن نبني هنا مكانا نتعبد فيه لله ونصلي له. هيا يا إخوة لنبدأ البناء منذ الآن. ما بك يا صالح تنفرد بجماعتك بين الصخور والشعاب؟ لما؟ حتى يقنعهم بعبادة إلهه. أرنا معجزة لو كنت صادقا فيما تقول. إنه صادق. أجل، وأنتم تعلمون أن صالحا لا يكذب ولا يدعو إلا للحق. ولكننا نريد معجزة حتى نؤمن به. أجل، نريد معجزة، نريد معجزة. ما هذا؟ الجبل يتشقق.
يخرج من بطن الجبل. يا للعجب، هذا غير معقول. إنها معجزة. أجل معجزة، ناقة تولد من الصخر. آمنا برب صالح وأن صالح نبي الله. يا لها من ناقة عملاقة. أيها الناس، هذه ناقة الله وآية من آياته لتعبدوه ولتؤمنوا به وبنبيه صالح. لا، لن نؤمن بك يا صالح، هذه خدعة. لن نترك آلهتنا وما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا. أيها الناس، صالح يأمركم ألا تمسوا الناقة بسوء، اتركوها تسرح في أرض الله وتأكل منها، وحذاري أن تمدوا أيديكم بالأذى إليها فيحل عليكم غضب من الله. ولكنها لضخامتها ستأكل كثيرا وستشرب أكثر، والماء عزيز علينا. إذن وكما يقول صالح، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وعاشت الناقة المعجزة بين قوم صالح، وكانت إذا شربت من الماء في يوم لم تقترب منه باقي الحيوانات في ذلك اليوم، وإذا أكلت من مرعى لم تأكل منه الحيوانات حتى يوم آخر. وإذا استظلت من الحر بمكان ابتعدت عنه جميع الحيوانات وتركته لها. سبحان الله، إن لبن هذه الناقة يكفي لشرب الناس جميعا. أجل، فهي تسقي في اليوم الواحد ما يقارب قبيلة. إنها ناقة معجزة وليست مثل النوق العادية. أنا لا يعجبني لبن هذه الناقة. وأنا أيضا. إنها تأتي على الماء كله فلا يبقى لماشيتنا ما تشربه، وتأتي على الطعام كله حتى هزلت ماشيتنا. بدأت أكره هذه الناقة. اشرب يا صغيري، هذا لبن الناقة المباركة. ومرت أيام وشهور على هذه الحال، حتى ضاق الكفار ذرعا بناقة صالح. هات الشراب أيها الساقي. ماذا سنفعل بناقة صالح هذه؟ هل ستبقى بيننا؟ أنا